أندروف. انطلق الجينز للخيل الخيل المهجنة الأصيلة لإنتاج محلي على مسافة الميل 1600 متر، انطلاقة متساوية ومتوازية للغاية. نشوف الصدارة والمركز الأول الآن مع الجواد نهار لأسادة مربط الهجاج بتدريب حمد الجهني على المركز الأول وعلى الصدارة. المتابعة في المركز الثاني للفيصل يا سيد عبد اللطيف حسين العمادي، يتواجد الآن الفيصل في المركز الثاني الفيصل، بينما التقدم الآن يأتينا من خلال مطوار لأسادة ودنان ريسينج في تواجد جيد الآن على المركز الثاني. المتابعة لستورم في المركز الثالث والاندفاع مع الفيصل في المركز الرابع، بينما لدينا رقم ستة في المركز الخامس ميسرة لأسيد محمد بن عبد الهادي الهاجري خلفه تماما. لدينا وايت هارت جونيور في تقدم جيد، بينما سمية في المركز السابع الرفاع خلفها تماما وخلفهم جميعا سدرا. عودة للصدارة وعودة للمركز الأول. الصدارة لا تزال مع بن هجاج في المركز الأول وفي الصدارة مع نهار لأسادة الهجاج ريسينج، ولكن الاندفاع يأتينا من قبل ألبان ديميول وأسطول ودنان ريسينج. يبدأ بالاندفاع الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية. الصدارة والمركز الأول مع ودنان ريسينج ومطوار على المركز الأول وعلى الصدارة. المتابعة من ميسرة في المركز الثاني، الفيصل في المركز الثالث، ولكن الصدارة وأول أشواط الجينز هذا المساء إلى ودنان ريسينج مع مطوار في الصدارة في المركز الأول، ميسرة في المركز الثاني. تتويج بطل جينيز قطر للجياد الانتاج محلي الجواد مطوار ملك السادة ودنان ريسينج، الفارس سفيان سعدي، تفضل السيد بدر محمد درويش. تتويج الفارس سفيان سعدي فارس الجواد مطوار. المدرب ألبان ديميول مبروك. مدرب الجواد مطوار المالك السادة وذنان ريسينج نيابة السيد علي يوسف الرماحي. بطل جينيز 3 سنوات للجيادة المهجنة الأصيلة مطوار، والصورة التذكارية بهذا الفوز الجميل.